السيدات السادة، السلام عليكم وعظم الله أجوركم، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الخلود. سنكون معكم في هذه الحلقة وقسم الشعائر والمواكب الحسينية التابع للأمانتان العامتان الحسينية والعباسية. أرحب بضيفي الحاج رياض نعم السلمان، رئيس قسم الشعائر والمواكب الحسينية، تحية طيبة وعظم الله لكم الأجر. بارك الله عليكم، عظم الله أجورنا وأجوركم، وأنا سعيد الحقيقة بهذا اللقاء المبارك. إن شاء الله إن شاء الله نكون سعداء بما تقدمون من هذه الجهود المباركة في سبيل خدمة الشعائر الحسينية. جناب الحاج، بدءا حتما لقسم الشعائر والمواكب الحسينية، الكثير من النشاطات والكثير من الجهود التي تبذل في سبيل تنظيم ويعني تقديم كل ما هو جيد لخدمة هذه المواكب وهذه الأعداد الكبيرة من المواكب التي تساهم في خدمة الزائرين، لا سيما في زيارة الأربعين للمولى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كيف يكون لقسم الشعائر والمواكب الحسينية الدور في تنظيم هذه المواكب، وما هي الآليات التي يتم العمل عليها في سبيل التنسيق والتنظيم ومتابعة عمل هذه الأقسام؟ بارك الله بكم. طبعاً بادئ ذي بدء، أنا سعيد بهذا اللقاء المبارك كما ذكرت، ومن جوار المولى أبي الفضل عباس عليه السلام، ومن أرض كربلاء التي قال عنها الرسول الأكرم بطحاء الجنة. الحمد لله. ونحن مقبلين على مناسبة دينية عزيزة على قلوب أتباع مذهب البيت وعلى جميع المسلمين الحقيقة، ألا وهي زيارة أربعينية الإمام الحسين. وتعتبر هذه الزيارة من ذروة الزيارات الخاصة بالإمام الحسين. كربلاء لا يخفى عليكم وعلى الأخوة المشاهدين هي أم المناسبات، وجميع المناسبات الدينية تختص بالإمام الحسين عليه السلام، ويتجاوز عددها 16 مناسبة دينية، ناهيك عن ليالي الجمعة. وذروتها هي زيارة الأربعين كما ذكرت، اللي نحن مقبلين عليها. زيارة الأربعين الحقيقة خصوصيتها أنه كانت زيارة محدودة، أنه خاصة فقط بالطابع المحلي، تحمل الطابع المحلي، أي أن اللي توجه إلى كربلاء أكثر الزائرين هم من العراق، من محافظات العراق كانوا يتوجهون إلى كربلاء. اليوم اتخذت مدى أوسع، أكيد دخلت العالمية الآن. أنا اللي يخطر على بالي طبعا واللي ذكرته أنا واللي أتذكره بالستينات، كان عدد المواكب ما كان يتجاوز 300 موكب. كان تبدأ المواكب منذ صبيحة اليوم 19 من صفر وتنتهي يوم 20 ظهيرة، ظهيرة اليوم 20 كانت تنتهي، ما تتجاوز 300 موكب. بعد السقوط بدأت المواكب طبعا تسجيلها، كان تجي تتوثق وتسجل وتنظم، بدينا هاي الحركة أن تنظيم المواكب. فكان العدد آنذاك حوالي 700 موكب، السنة اللي بعدها 900، السنة اللي بعدها 1200، وهلما جرى بدأت تزايد الأعداد إلى أن وصلنا إلى 2018 كان عدد المواكب 10714 موكب، وهي خدمية دخلت إلى الحدود الإدارية لمحافظة كربلاء. جيد، شلون تم العمل أو كيف تم يعني تصنيف هذه المواكب ما بين الخدمي ما بين العزائي، كيف كان تقسيمها؟ احنا طبعا وجدنا صعوبة هناك بالنسبة للمحافظات. المحافظات أنا ما عندي أنه خلفية أن المواكب أنه يكون موكب وهمي، فجعلنا بهيكليتنا أنه هناك ممثليات في كل محافظة، والممثلية منتخبة من مواكب المحافظة نفسها، فيكون مسؤول ممثلية عن المحافظة. الأقضية والنواحي عندنا مسؤولين وحدات، مثال على ذلك مثلا البصرة، البصرة عندنا 22 وحدة، 22 مسؤول وحدة اجتماعا يجتمعين هم ينتخبون مسؤول الممثلية. هنا أنا اختصرت العملية، بدل ما يجي صاحب الموكب من البصرة إلى كربلاء يوثق الموكب ما لقام، يوثق الموكب بالممثلية نفسها، ممثلية بنفس محافظته. طيب. ومسؤول الممثلية هو يتوجه إلى كربلاء. طبعا احنا في كل سنة بالنسبة لزيارة الأربعين وبشهادة الجميع أنه التنظيم الجيد هو في تنظيم كربلاء، جاوزنا مرحلة كبيرة بالنسبة هاي. عندنا تنسيق بيننا وبين الأخوة في الدائرة القانونية شرطة كربلاء، أيضا دوار الأمنية طبعا، والكل يتوجه في هذه الزيارة منذ نبدأ إحنا تسجيل مواكبنا وتوثيقها منذ 26 من شهر محرم، وتستمر إلى 10 من سفر حوالي مدة أسبوعين. طيب. ومستمرين بها وعلى هالمجرى. المواكب طبعا لها منهج آخر. تمام،
نتحدث عن المواكب جناب الحاج، لكن أكيد نذهب مع مستمعينا ومشاهدينا أكيد الكرام لنذهب إلى التقرير الذي أعده الزملاء للتعرف أيضا على ما يقدم هذا الموكب وهذا القسم عفوا من خدمات جلية للمواكب التي تقدم الخدمات للزائرين الكرام. نذهب وإياكم مشاهدينا لنستمع ونشاهد إلى هذا التقرير ولنا عودة إن شاء الله. قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والعالم الإسلامي التابع للأمانتين العامتين للعتبتين المقدستين الحسينية والعباسية عمد ومنذ افتتاحه على تقديم التسهيلات والخدمات لأصحاب المواكب التي تخدم الزائرين وتنظيمهم في الزيارات المليونية، لا سيما زيارة أربعينية سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. اللي قدمته أن المواكب هيئة المواكب اللي تخص الشيخ وخادم الحسين رياض نعمة سلمان ومنتسبينه ما قصروا بالتقديم المعاملات والتسهيلات إن بدخول العجلات وخروجها. السنة هيئة المواكب مشكورة يعني بتنسيق مع عقيد قاسم، يعني كان المسافة بعيدة نروح مثلا ناخذ الكتاب الإصدار من هيئة المواكب ونطلع للجماعة الداخلية، الآن جمعوهم كلهم داخل بناية هيئة المواكب. أكثر من 10,000 موكب من داخل العراق وخارجه اجتمعوا ليقدموا خدمة لزائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وتم تسجيلهم في قسم الشعائر والمواكب الحسينية الذي يقدم الخدمات من خلال التنسيق بين الدائرة القانونية والأمنية وأصحاب المواكب الحسينية، إضافة إلى تهيئة بعض الأمور وتوزيعهم في أماكن مخصصة داخل المدينة القديمة وخارجها، وذلك من أجل الحفاظ على أمن الزائرين وخدام أهل البيت عليهم السلام. بالنسبة لقسم الشعائر الدينية في كربلاء المقدسة كانت تعمل وبجهود مشكورة على تهيئة كافة الوسائل لنقل وترتيب وتنظيم خدمة المواكب الحسينية. التعاون موجود بيننا وبين قسم الشعائر، وفروا لنا إن شاء الله سنة سهولة الدخولية، وفروا لنا الحمد لله والشكر بدأ الغاز اللي هو أهم شيء بدأ يدخل بسهولة، وفروا لنا جاي وفروا لنا الحمد لله اليوم بدأوا الثلج وفروا لنا إياه. قدمت لنا بالناحية الدخولية مال كربلاء، هيئت لنا الوضع، ثبتوا لنا البكان، ثبتونا الغاز، ثبتونا الماي قاعد ناخذ الماي مجانا من عتوم، الثلج كذلك. بالنسبه للتسهيلات هواي امور، تسهيلات بالدخوليه بالارضيه بنقل الغراض من ناحيه الخدمات من غاز من يعني شغلات الخدميه هواي يعني تسهيلات بيها. ان رساله الامام الحسين عليه السلام لا تخص جهه معينه، وان الامام الحسين لا يختص بطائفه ولا دين. من هذا المنطلق وجب تقديم ما هو أفضل لخدام أهل البيت عليهم السلام وتوفير احتياجاتهم من الناحية الأمنية والخدمية لتيسير إحياء الزيارات المليونية بنجاح. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام بعد هذا التقرير لنكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود. أكرر الترحاب بضيفي في هذه الحلقة جناب الحاج رياض نعمة سلمان رئيس قسم الشعائر والمواكب الحسينية، تحية طيبة لكم مرة أخرى. أهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله. تكلمنا جناب الحاج قبل التقرير وتعرفنا على طبيعة التواصل مع المواكب في المحافظات العراقية الأخرى، وبينتم هنالك ممثليات في كل محافظة يتم التواصل معها وهي بالنتيجة تتواصل مع المواكب في تلك المحافظات. كيف يكون التنسيق أصلاً مع هذه الممثليات، وكيف يكون يعني طبيعة توحيد التوجيهات والأمور المعينة التي يتم الاتفاق عليها؟ هل هناك اجتماعات دورية مثلاً تعقد أو آليات أخرى يتم الاعتماد عليها؟ الحقيقة احنا خلال السنة طبعاً اكو زيارات دورية، اما يزورونا او احنا نزورهم، اذا اكو تعليمات جديدة نوصلها لهم رأس توصل لهم، و أكثر توجيهات هي تكون من الأمانتين العامتين، توجيهات إذا كان أكو بها الخصوص مواكب العزائية هاي، فالزيارات متواصلة والأخوة متواصلين ويانا وعملهم جيد جدا، وأحب أنه أبين أنه عملهم طوعي
يعني هاي المهم انه عملهم طوعي وملتزمين به. فالحقيقة هم مشكورين على كل عمل يقدموه. احنا كل هذا العمل اللي سويناه نريد نجعل مركزية بالعمل. والعملية نجحت الحمد لله، وصار لنا حوالي تقريبا اكثر من 10 سنوات 12 سنة احنا في هذا المنوال، وعملنا جيد وتواصلنا جيد، والاخوة الحقيقة انه دا يستلمون كل التعليمات وينفذوها. هي بالنسبة انه ماكو تعليمات انه دا نفرضها عليهم، تصب الصالح العام توجيهات تجينا كذا، تعليمات نوصلها لهم ويلتزمون بها ويحاولون ان يوصلوها لبقية المواكب. وهذا أملنا أنه جميع المواكب، أريد الهدف أنه نجعل من هذه المناسبات رسالة للعالم، خصوصاً إحنا في وقت ما ننسى الفضائيات موجودة والصورة وصوت الصوت في لحظات العالم كله، فلازم أنه نقدم ما هو الأحسن وما يليق بأهل البيت عليهم السلام. طيب البعض أيضاً يعني ممكن أن يتساءل أو يطرح سؤال، كيف يكون توزيع أماكن هذه المواكب في مدينة كربلاء؟ لا سيما تحديدا في زيارة الأربعينية اللي هي يعني موضوع حديثنا ونقاشنا، هل يكون بتنسيق مع قسم الشعائر أم هنالك جهود شخصية من قبل أصحاب المواكب في الحصول على أماكن في سبيل أن ينصبون بها مواكبهم؟ حقيقة العمل صعب جدا من جانب هذا. أصحاب المواكب كل واحد عنده مكانه، قسم عندهم الحسينيات موجودة، واللي ما عنده حسين ينصبها الشوادر، هاي الخيام الموجوده اللي ينصبها بالشوارع، لانه ظل المدينه ضيقه وهاي الاعداد اللي قاعد تزايد يوم بعد يوم سنه بعد سنه، ف دا توصل حدود 18 الى 16 الى 20 مليون، الاعداد قاعد تزايد والمدينه ضيقه، فاضطرينا انه نجعل مساحه محدوده لكل موكب. يعني السنه الماضيه كان اكو عندنا خطوط بالطول، السنة جعلناها خطوط بالطول وبالعرض، بحيث الموكب نقول لك 3 متر من الرصيف معناته مو يتمدد 20 متر. هاي فقط في داخل المدينة القديمة؟ تقريبا برا شوي المساحة أوسع، بس مع ذلك أنه الأعداد قاعد تزيد مع المواكب. فإحنا كل هالعملية اللي تصير نقول أكو يد غيبية وأكو نظر من أهل البيت عليهم السلام، اللي مدينة كربلاء قاعد تتحمل الزخم هذا الكبير من الناس والزوار اللي جايين والوافدين إلى كربلاء. وأحد الشخصيات، أحد العلماء، أنا ذكر في الكلام عجبني جيد، أنه يقول لك كربلاء مثل بيت الرحم، تكبر توسع في وقتها في الزيارات وترجع إلى طبيعتها في عادي الأيام. الحقيقة أكو فد نظرة غيبية، أكو يد غيبية لهذه المدينة حتى تتسع الأعداد هذه. الحمد لله. طيب اتفقنا على أنه هذه المواكب بأعدادها الضخمة هي تقسم إلى جزئين أو إلى صنفين، ما بين الخدمي وما بين العزائي، وهذا ما نلاحظه أيضا في الزيارات المليونية بوجود هذه المواكب الكثيرة، منها من يقدم الماء والطعام وغيرها من الأمور للزائرين، والقسم الآخر أيضا يشارك في تقديم العزاء بمختلف الأشكال التي تعتمد كالزنجيل وغيرها من الأساليب الأخرى. كيف يكون تقسيم الوقت في هذه النقطة تحديدا لدى المواكب العزائية؟ احنا عندنا منهج نعد لهذه المناسبة. طبعا السنة الماضية مثل ما ذكرت أنا حوالي 10714، ربما أكثر، بعض المواكب ما سجلت. السنة نتوقع أنه الأعداد أكثر راح تكون. احنا مقسميها بالشكل الآتي، هذول أغلبهم تقريبا أغلب المواكب والهيئات هي هيئات خدمية تقدم الخدمة، إذا كانت من داخل العراق أو خارج العراق الأغلب هيئات خدمية. العام السنة الماضية كان عدد المواكب اللي دخلت العزائية أقصد حوالي 2000 موكب عزائي. فنقسمها إحنا أول يوم اللي هو نبدي من يوم 15 صفر، يوم 15 صفر يكون خاص إلى التشابيه الضعن. الضعن أنه عبارة عن مسرح متنقل الحقيقة، كل واحد يقدم ما عنده، اللي يجونا من المحافظات من خارج العراق، واللي أغلبهم خارج من داخل العراق من المحافظات تتوجه إلى كربلاء بالضعون، بالطريق جاية ويا المشاية. فيوم 15 خاص للضعون، ويوم 16-17 إلى مواكب الزنجيل، ويوم 18-19 الى المواكب العزائيه. طيب هاي بالفترات الصباحيه والمسائيه، في فترات تبدي من الصباح من الساعه 8 صباحا
وإلى الساعة الثانية عشر، الساعة واحدة ليلا، وتستمر أحيانا إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل تستمر. وخصصنا بالنسبة للمنهج أيضا أكو أيام إلى مواكب الدول العربية والإسلامية والأجنبية اللي تنزل، أيضا خصصنا لها يوم معين بالنسبة للزنجيل، بالنسبة إلى المواكب العزائية. المواكب العزائية خصصنا يومين الحقيقة حتى نقدر نستوعبهم كلهم. هي الأيام الأخيرة، وحسب أنا ذكرت ببداية لقائنا أنه طلعت المناسبة من إطارها المحلي، دخلت الإطار العالمي. احنا العام السنة الماضية عندنا حوالي 25 دولة شاركت. نأتي على هذا الحديث الخاص بالدول الأخرى التي تشارك في إحياء هذه المناسبة، يعني عدا المواكب والعراقية تحديدا، لكن اسمح لي ضيفي الكريم ومشاهدينا الكرام بأن نذهب إلى فاصل قصير، بعد الفاصل لنا عودة، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، عدنا وإياكم بعد هذا الفاصل لنكمل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود. أكرر الترحاب بضيفي لهذه الحلقة الحاج رياض نعمة سلمان، رئيس قسم الشعائر والمواكب الحسينية في العراق والدول الإسلامية. سيدي الكريم، تحدثنا ووصلنا في الحديث إلى الدول المشاركة في إحياء هذه المناسبة، ألا وهي زيارة الأربعين. حدثنا عن طبيعة الدول المشاركة أو عن أعداد المواكب التي هي تمثل الدول العربية أو الدول الإسلامية في عموم أنحاء العالم. كما ذكرت طبعا زيارة الأربعين بدأت تأخذ البعد العالمي بالفعل. والسنة الماضية تقريبا 25 دولة شاركت في زيارة الأربعين، وعندنا إحصائيات لهذه الدول، طبعا الدول العربية، الدول الخليجية، الدول الإسلامية، دول اسكندنافية، بالإضافة إلى أمريكا والدول الأفريقية أيضا. فكان أكو مشاركة جيدة، وهالسنة أعتقد أنه راح يزيد الأعداد. كان عندنا مشاركة دول الخليج طبعا بصورة عامة، يعني الكويت، عندك البحرين، السعودية، مسقط. طيب، عندها مشاركة، كان عندها مشاركة قبل سنتين جمهورية مصر العربية الحقيقة، أول مرة كان شارك قبل سنتين، شاركوا العام ما شاركوا. أيضا من تركيا، اسطنبول، من أذربيجان عندنا، من ألمانيا كان عندنا مشاركة جيدة، ومن أمريكا عندنا أيضا. طبعا من أقول من أمريكا، قسم منهم أمريكان الأصل، يعني أصلهم أمريكي، والجاليات العراقية. طيب، هذه الدول المشاركة هي بمشاركة بمواكب عزائية أم بمواكب خدمية أيضا؟ لا، عندها مواكب عزائية الحقيقة تشارك، دول أكثرهم. المواكب الخدمية موجودة، بس أنا الحديث عن العزائية. فالمهم، فهالسنة أتوقع أنه أكثر راح تكون الأعداد، يعني العام كان عندنا مشاركة من تايلاند، كان عندنا موكب عزاء من تايلاند، سوريا شارك، لبنان شارك، الدول العربية كلها تقريبا أغلبها. كدول أجنبية العام عندنا كان دول اسكندنافية، كان عندنا من السويد كان عندنا مشاركة، كان النرويج أعتقد كان عندنا، دول أفريقية عندنا مشاركات جيدة. كلها الصبح الحقيقة رسالة للعالم، بالتأكيد، ويوم بعد يوم قاعد تزيد. يعني احنا اللي نريد نوصل لأنه الناس يريدها تسأل شنو هالتظاهرة العالمية، العالم كله دي توجه إلى كربلاء. هذا أهم شيء بالمحور، أنه يريد العالم تسائل حتى نقدر نجاوبها، وكبارنا هم الجواب عندهم. أحسن. نعم. طيب، كيف يعني هذه الدول المشاركة اللي هي الدول يعني الأجنبية والعربية وغيرها، خصص لها يوم ثابت تشارك فيه بإحياء هذه الشعيرة ويعني هذه الممارسات اللي العزائية، أم تكون مع باقي المواكب الأخرى؟ لا طبعا، إحنا مثل ما ذكرت، إحنا عندنا بعد الساعة 12 مساء يوم 18 يوم 19 تبدي المواكب الأجنبية العربية والإسلامية، الدول الإسلامية تستمر للساعة 3 للرابعة صباحا قبل أذان الصبح، تظل مستمرة. أكو منهج معاد لهم يومين، يعني لهم الدول العربية والأجنبية والإسلامية كلهم لهم يومين، لهم يوم 18 يوم 19 حتى نقدر نستوعب الكل. فمستمرين الحقيقة، ودائما
باجتماعاتنا يكونون حاضرين، مؤتمراتنا يكون حاضرين، داعيهم، واذا ما اجى احد من عندهم نوصلهم المعلومه. بالتاكيد جنابك يعني ذكرت بالنسبه للمؤتمرات، اعتاد قسم الشعائر والمواكب الحسنيه على عقد مؤتمرات يعني قبل حلول الزيارات المليونيه، سواء كانت العاشر من محرم او زياره الأربعين، حتما يتم مداوله بعض النقاط المهمه او الارشادات التي تكون متبعه في الزياره، وبحضور يعني جميع الجهات والاطراف ذوات العلاقه. حدثنا عن اخر المؤتمرات التي حدثت لتنظيم و يعني جعل اليه سير لهذه المواكب لهذه الزياره المليونيه. سيدنا الفاضل، احنا طبعا كل مناسبة لها خصوصية، زيارة محرم، مناسبة محرم لها خصوصية، زيارة الأربعين، مناسبة الأربعين لها خصوصية. مناسبة محرم هي خاصة بأهالي كربلاء، كثير يسأل إنه ليش بأهالي كربلاء؟ ليش ما نشارك إحنا؟ لا لشيء. الجواب يكون إنه لا لشيء، إنما إحنا نريد إنه تمتد على أكبر رقعة. الشعائر الحسينية تكون محصورة فقط في كربلاء، وهذا عرف قديم هو من كربلاء. بس انه في المحافظات كلها قاعد انه يقيمون الشعائر هاي تقام. بعكس زياره الأربعين، زياره الأربعين اهالي كربلاء يقفون على خدمه الزائرين اللي يتوجهون الى كربلاء، زياره يتوجهون من المحافظه هاي. فاحنا قبل كل مناسبه نعقد مؤتمر خاص بتلك المناسبه، مثلا بالنسبه لشهر محرم نعقد مؤتمر ندعي الى ابناء كربلاء من جهه، وايضا الدوائر الخدميه والامنيه والهاي تجي من جهه ثانيه. ايضا زياره الأربعين أيضا كان عندنا قبل أيام قليلة انعقد مؤتمر ودعينا إلى الأخوة من أبناء المحافظات أصحاب المواكب من جانب، ومن جانب الآخر اللي مسؤولين دوائر الأمنية والخدمية والبيئية كلها كان موجودين، وكان أكو نقاش وتبادل وجهات نظر، والجميع وقفنا على متطلبات الأخوة أصحاب المواكب القادمين إلى كربلاء حتى نذللهم العقبات ونسهل امورهم في جميع الجانب الامني والجامع. فهذا اللي هاي، والحقيقه انه ده ساعدنا كثير هذه المؤتمرات، والاخوه كلهم متجاوبين ويانا وماشي الامور بصوره صحيحه الحمد لله. بالنسبه لبعض الامور والاحتياجات اللوجستيه التي يعني حتما تحتاج الها المواكب، لا سيما الخدميه منها تحديدا، كيف يتم توفيرها؟ يعني هل مباشرة من قسم المواكب أم من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؟ إحنا هاي السنة كان عندنا اجتماع بالأمانة العامة طبعاً، اللي توصلنا بينا وضعنا غرفة عمليات خاصة لزيارة الأربعين بالنسبة للحالات الطارئة، بالنسبة لتوصيل الخدمات، بالنسبة لكثير من الأمور، ويشرفنا أن نكون أحد أعضاء هاي الغرفة. إحنا الحقيقة ما ننسى التوجيهات اللي من العتبتين، وما ننسى الخدمات اللي دا تقدمها العتبتين. يعني الخدمات اللي دا تقدمها العتبتين للزائرين، عندنا زائر مقدس، مدن الزائرين موجودة عندك من جانب، عندك المضيف موجود، الإطعام موجود، النقل المجاني موجود، المفارز الطبية أيضا، كلها دا تقدم خدمات جليلة للزائرين، ودا يحسون بهالشيء الحقيقة. ونأمل يعني العتبتين دي يسعون أنه يقدمون الأكثر والأكثر لخدمة الزائرين، جزاهم الله ألف خير. وأيضا أبناء كربلاء الحقيقة فاتحين قلوبهم وصدورهم كلها لخدمة الزائرين. حتما. بالنسبة للأمور الأخرى التي يتم الاحتياج لها كالغاز كالماء إلى غيرها من هذه الأمور اللي تحتاج هذه المواكب، هل هنالك مثلا داتا معينة للبيانات الخاصة بهؤلاء أصحاب المواكب، وعلى أساسها يعني مثلا باجات ممكن تكون على أساسها يتم توفير هذه الاحتياجات والتنسيق معهم، كيف يكون هذا الأمر؟ عندنا كل موكب إلى باج معين، كل موكب عندهم باجات، بواسطة هالباجات يقدرون يحصلون على الغاز. طبعا سيارات مستمرة تفتر بالمدينة ونحملها الغاز، فأي موكب يحتاج ماء، يعني حسينا أنه أكو نقص غاز أو نقص بالمياه، أنا قبل ساعات اتصل بي أحد المواكب الأخوة قال محتاجين ماء، فاتصلت بالعمليات أنه قلت لهم يا بالعنوان، اعطيتهم العنوان المعين أنه يوصلهم الماء. فاحنا الحقيقه احنا نوجدنا لخدمه المواكب اللي جايه لتؤدي هالشعيره هذه، ونامل ان شاء الله انه الاداء يتحسن سنه بعد سنه، بس اللي نحتاجه انه تعاون الجميع. يعني انا ما ممكن اليوم انا اقدم هذه الخدمه بدون ما يتعاون ويا الطرف الثاني، الطرف الاخر لازم يتعاون وياي حتى تكون رساله وصلت.
الحمد لله. طيب بالنسبة للزيارات المليونية تحديدا زيارة الأربعين، أصبحت تمتد أكثر من 10 أيام وخمسة عشر يوم، بالنتيجة يعني قبل العاشر من صفر ترى الأعداد الكبيرة من الزائرين في كربلاء، فهذا الأمر كيف يكون مع المواكب بالنسبة لمواعيد دخولها إلى المدينة؟ هل هنالك مواعيد معينة مثبتة لدخول هذه المواكب، أم هي تكون يعني متاحة لها الوقت ما تشاء؟ إحنا المدينة القديمة طبعا كمركز المدينة أقصد، كانت تدخل المواكب قبل هالوقت هذا، يعني من بداية السفر كانت تغلق الشوارع الفرعية كلها تغلق، إلا أنه اللي حصل اتفقنا على أن يكون دخول المواكب إلى مدينة كربلاء كمركز الخامس من السفر، وفعلا أنه البارحة دخلت المواكب إلى كربلاء وبدأوا ينصبون مواكبهم لأنه كافي عليهم، يعني كانت تنغلق للشوارع. أنا حبيت أبين شغلة واحدة، أنه كل حالة العفو ما أريد أقول سلبية، ما عندنا سلبيات، بس كل حالة غير منظمة نحاول أنه السنة الجاية ننظمها، نسوي بيها دراسة ونتباحث بيها، وكل واحد يعطي المقترح ماله ونوصل إلى الوجه الصحيح. فارتئينا أنه تدخل السيارات كلها إلى الخامس من صفر وينصبون وكل شيء ماشي طبيعي جد جيد جدا، والحمد لله أصحاب المواكب والزوار اللي قاعد نشوفهم هي فرحتنا من نشوف كربلاء بهالوضع هذا وبهالتألق هذا. الحمد لله، أكيد هي عام بعد آخر يتم تحسين هذه المستوى من الخدمات المقدمة للزائرين الكرام، حتما بفضل جهودكم وجهود خدمة الحسين جميعا اللي يسعون دائما إلى تقديم أفضل الخدمات إلى زائري أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل العباس. جناب الحاج الوقت مضى سريعا، ونتمنى لكم إن شاء الله دوام التوفيق في هذه الخدمة الموفقة في من خلال قسم الشعار والمواكب الحسينية اللي تعملون على إدارته وتقديم كل ما هو مفيد وجيد للزائر الكريم. شكرا جزيلا لجناب الحاج رياض نعم السلمان رئيس قسم المواكب والشعائر الحسينية، شكرا جزيلا لكم. بارك الله بكم، إن شاء الله دائما إعلامنا في دائما إحنا جانب الإعلامي مهم جدا، وإن شاء الله يكون رسالة وصلت للجميع إن شاء الله نوفق جميعا في ذلك. وأهم شيء أحب قبل ما تختمون أنه يتمسكون الكل بالتعليمات اللي صادرة من قسم المواكب أو من الجهات الثانية، لأنه بالنتيجة صب الصالح العام، وكنا أمل بإخوان أصحاب المواكب أنه يتم هالشيء هذا. شكرا جزيلا لكم جناب الحاج، وأكيد الشكر موصول لمشاهدينا الكرام. إلى هنا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساعي الخلود، على أمل أن نكون معاكم إن شاء الله في حلقة جديدة مع أحد الأقسام الأخرى في العتبة العباسية المقدسة للتعرف على ما يقدم في خدمة الزائر الكريم في زيارة الأربعين. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.